زيلان بجمعية أماكن لسلام الحضور الكرام للزملاء في المنصة للسي كريم على هذه الفرصة للاحتفال بالفكر وليس الاحتفال بالرجل، رجل رحمه الله، لكنه ترك فكرا ينبغي أن يحتفى به. وأفضل ما يمكن أن يقدم في مثل هذه المحطات هو استلهام فكر هذا الرجل واستئناف الاشتغال به وتحقيق ما كان يطمح إليه. لا شك أن كل المثقفين وكل الباحثين وكل العلماء إنما يشتغلون في حياتهم من أجل أن تظل مشاريعهم لمدة أطول، خاصة المشاريع الإصلاحية. فلذلك أنا أقول في مقدمة هذا اللقاء أنا فخور جدا بوجودي أمام قامة علمية الأستاذ حسن عبيد والزميل الأستاذ فاضل سي الحلوب وكذلك زميلي الأستاذ نصر النجد السي كريم في هذا اللقاء العلمي. لا أخفيكم سرا أن العلاقة التي جمعتني مع الدكتور مع الأستاذ حلو في مشروعه الكبير، مشروع التعليم الكبير، كان هو الاشتغال ربما لأول مرة شيء الأستاذ على إدماج القيم في مشاريع المؤسسات، وكانت تجربة بالنسبة لي تجربة ناجحة، وربما يمكنني أن أقول أنها بصفة غير مباشرة كانت بداية الاستلهام فكر هذا الرجل في كتابه قيمة القيم. ما دام اشرت لهذه النقطة ديال الكتاب، هذا الكتاب حيرني في عنوانه، ويمكن أن أقول أنه يشكل خلاصة عمل الرجل. هذا كتاب قيمة القيم، العنوان عنده ثلاثة معاني يمكن أن يقرأ بقراءة ثلاث. القراءة الأولى قيمة القيم، يعني لا فالور دي فالور، يعني قيمة القيم. القيم لها قيمة، هذا معنى. المعنى الثاني قيمة القيم، يعني القيم متعددة، ولكن هناك قيمة ربما يمكن أن تكون هي الأسماء وهي الآلة، وهناك يعني مفهوم آخر يمكن أن يكون سلبيا ومن خلال قراءة الكتاب قد يبدو هذا جليا، وهو التحول في منظومة القيم إلى درجة أن هناك قيم ليست قيما، وبالتالي نزلت بهذه القيم عن قيمتها الحقيقية. فمن خلال قراءة هذا الكتاب بالفعل يمكنك أن تجد هذه المسارات الثلاثة في فكر الرجل، وكل عنوان من هذه العناوين إلا ويجد ذاته في الكتاب. اقرأ الكتاب من بدايته إلى نهايته، وخاصة المقدمة وما تلاها بعد ذلك، خاصة أنه كتب الكتاب قبل 2005 والرجل توفي سنة 2013، يعني قبل 6 سنوات من وفاته، وكأنه لخص فيه جماع ما قدمه في فكره عموما. وكما سمعتم من زميلي الأستاذ حسن عبيد، الرجل لم يكن يكتب وإنما كان يحاضر، وكان مريدوه والذين هم شغوفون بفكره يحاولون ما أمكن أن يجمعون شتات ما يكتب هذا الرجل وتنسيقه وعرضه عليه لاعتماده، ثم بعد ذلك يمكن أن يجيز طباعته. وكانت كل ريع التأليف كان يخصصه إما لجوائز كما ذكر زميلي الأستاذ الناجي أو لدعم الثقافة وما إلى ذلك. لذلك سوف لا نتحدث عن الرجل، لأنه بنقرة زر يمكنكم أن تجدوا عشرات الفيديوهات التي توثق لفكر لحياة المهدي المنقرة منذ ميلاده سنة 1933 عفوا إلى حين وفاته سنة 2013. لكن دعوني أقرأ فكر الرجل في السياق المعاصر، وربما هذا هو الذي يهمنا أكثر. ولن أنا أعتقد أن وفاة المهدي رحمه الله أحيت مشروع، وهذا المشروع كان ينبني على 3 قضايا مركزية رئيسية وربما العالم اليوم في حاجة إليها. أولا الحوار شمال جنوب، ضرورة استراتيجية في فكر الرجل، والوقوف ضد كل ما يتعلق بالهيمنة،
وهذا فكر استراتيجي إنساني كوني مهم جدا. لماذا يعني نشتغل بمنطق الاستعباد، بمنطق الهيمنة والسيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك؟ هذه فكرة مقبولة لدى الجميع، لدى كل الشعوب عموما بما فيها الشعوب المقهورة طبعا، وكل إنسان يفكر بمنطق. القضية الثانية القيم، مجال للتبادل والتعايش. وهذه النقطة في تقديري غاية في الأهمية، وسأحاول ما أمكن أن أسلط الضوء عليها، لأنه أنا أشتغل على هذا الموضوع بالقيم منذ حوالي 15 سنة تقريبا مع فريق بحث سأتحدث عنه، وأعتبره استئنافا لفكري الرجل واستلهاما لما سبق وأن ذكر. ثم المستقبليات أفقا للتفكير. الرجل لم يكن يفكر في اللحظة والذات، ولكنه كان يفكر بمنطق المستقبليات. إذن هذه تركيبة فلسفية وفكرية في تقديري غاية في الأهمية يحتاجها العالم اليوم. لم يكن الرجل يتحدث داخل الصندوق يتحدث عن العالم الإسلامي، لكنه كان يتحدث عن العالم، وكان يقول قولته المشهورة أن عقدة الغرب هي اليابان والإسلام والديمغرافيا، ثم بعد ذلك حولها إلى الصين، وكان يتحدث بهذا المنطق المفتوح ويبحث عن الحلول للجميع، للجميع وليس فقط لفئة بعينها. لذلك سأحاول ما أمكن أن أركز على المحور الثاني، لأن كل محور من المحاور ربما كلام مستفيض. سأحاول أن أركز على المحور الثاني. لماذا؟ لأن لضرورة السياق الذي نحن فيه اليوم ونحن نحتفل بذكرى وفاة الرجل. أولا الأزمة، أزمة القيم التي يعيشها العالم اليوم على مستوى الرؤية والتصور بين الهيمنة وبناء المشترك. ما تتعرفوا دابا المنظمات الدولية اللي تأسست 45 بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، المؤسسات التي وضعت على أساس أن ترعى المشترك وأن تصون الحقوق وأن تحول دون وقوع توترات جديدة، أصبحت اليوم بعد أحداث غزة وما يجري في فلسطين أصبحت على المحك، كل قراراتها أصبحت موضع شك. فلذلك أعتقد هذا السياق مهم جدا في الاحتفال بهذه المناسبة. ثم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان كلها طرح حولها سؤال الصدقية والمصداقية والثقة. قرارات تصدر تباعا عن مجلس الأمن وعن الأمم المتحدة وعن المحكمة الجنائية الدولية وعن غيرها مما يستمع إليه أطفالنا اليوم عبر شاشة التلفزيون يلقى بها على عرض الحائط، معناه أنه العالم دخل بالفعل في أزمة حقيقية على مستوى منظومة حقوق الإنسان وعلى مستوى منظومة القيم. ضمور دور هذه المؤسسات وضمور تأثيرها في النزاعات الدولية، دابا الآن النزاع الأوكرانية والنزاع الواقع الآن في الشرق الأوسط، يتوقع المهدي رحمه الله أنه ستكون هناك حروب أخرى. ما دام أن منظومة القيم ضعفت، كلما ضعفت منظومة القيم كلما نشبت الحروب. هذا في تقديري غاية في الأهمية. حين ربط الرجل بين ضمور منظومة القيم وظهور النزاعات وظهور الخلافات، وإذا أردنا أن نقلص من النزاعات والخلافات عبر العالم علينا أن نحيي من جديد منظومة القيم، لأن التدافع الاقتصادي والعسكري والسياسي وما إلى ذلك لن يزيد هذه الأوضاع إلا توترا. فلذلك ألف في آخر حياته كتاب قيمة القيم. علاش بالضبط؟ ما أعرف علاش. سبب القرآن كقول سبب النزول، فتقول سبب ورود بالنسبة لهذا الكتاب. هذه الأزمة ما هي أسبابها؟ إذا استطعنا أن نحدد أسباب أزمة القيم يمكننا أن نفكر في الحل، لكن إذا ظلت هذه الأسباب غامضة وغير معروفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفكر في الحل. في تقديري من خلال ما كتب الرجل يمكن أن نحدد الأسباب فيما يلي، وهذا طبعا أنا أختصر لكم ما قرأته في كتاب قيمة القيم. النقطة الأولى السعي إلى إنتاج مفاهيم جديدة وتسويقها بالضغط
الإعلامي والاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك. هذا خطير جدا حينما يتم توليد مفهوم جديد كيفما قال. وبين قوسين أشير هنا إلى قضية غاية الأهمية، الخلاف في منظومة القيم ليس خلافا في القيم في حد ذاتها، إنما هو خلاف في مفاهيمها. ودائما كنت أقول لطلبتي الناس لا يختلفون في الرحمة ولا يختلفون في العدل ولا يختلفون في الحرية، ولكنهم يختلفون في مفاهيمها. فلذلك يحاول الغرب أن يصنع مفاهيم معينة للقيم ويدافع عنها بالضغط الاقتصادي والعسكري والسياسي. صدقوني إن قلت لكم أن الحرب هي حرب قيم كما قال الدكتور مهدي، وأن التمظهرات هي تمظهرات سياسية اقتصادية عسكرية وما إلى ذلك. فهو تدافع قوي بين منظومتين للقيم، العالم الأصفر في الشرق، في شرق آسيا، وطبعا العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك التكتل الغربي الذي يحاول ما أمكن أن يفرض نفسه من جديد بعد الحرب الباردة وبعد ما جرى الآن في العديد من دول العالم الإسلامي. إذن هذا السعي إلى فرض مفاهيم بعينها من الأسباب الأساسية لأزمة القيم. يعني بعبارة أخرى، فرض المفاهيم عوض التفاهم. التفاهم ماشي النيغوسياسيون، ماشي لا لا، التفاهم يعني البحث عن المفاهيم المشتركة اللي بغيت نسميها حتى تقف، يعني القواسم المشتركة على مستوى التفاهم. السبب الثاني هو الفصل بين المعرفة والقيم. هذا سيؤدي إلى كوارث حقيقية، خاصة في مجال البحث العلمي. الآن تطورات التكنولوجيا وما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، إذا ما وقع انفلات وانفصال بينها وبين منظومة القيم ستؤدي إلى كوارث. كلكم يذكر هو الطيار الأمريكي الذي انتقل بطائرته إلى هيروشيما وألقى بالقنبلة الذرية ورجع إلى قاعدته وصفق زملائه له لأنه نجح في مهمته هي المعرفية. لكن ما الذي ترك من خراب؟ كارثة لكل المقاييس. لماذا؟ لأنه في ذهنه هناك انفصال بين المعرفة والقيم. لذلك ونحن في مؤسسات علمية تعليمية أقول إذا انفصل البحث العلمي عن منظومة القيم، انفصلت فيه المعرفة عن القيم، انتظروا الكوارث، انتظروا مثل ما يمكن أن يكون من أمراض كوفيد وما يتبعها من كوارث حقيقية يمكن أن يعاني منها العالم في حالة إذا لم تكن هناك منظومة قيم رادعة. هذه نقطة في تقديري غاية في الأهمية، والرجل ذكر هذا، راك يتكلم عن حرب القيم، تحدث عن حرب القيم، وكلما ضمرت القيم كلما ضمرت النزاعات. السبب الثالث هو ضعف الاشتغال بمنظومة القيم أو بالقيم في المنظومات التربوية والتعليمية. راه هذا الشيء اللي بغينا نصفحوه خصنا نبداوه من أساسه. اليوم الاهتمام الكبير هو على المعارف وعلى المهارات وارتباط بسوق الشغل وإلى آخره، ولكن ما يتعلق ببناء الإنسان وكينونة الإنسان ومفاهيم الإنسان وخصوصية الإنسان وتوابت الإنسان وإنسانية الإنسان أصبح هذا يقل ويضعف لحساب سوق الشغل ومحاولة الولوج إلى المهن المتقدمة وما إلى ذلك. فأصبحت قضية القيم اهتمام أخلاقي ربما بسيط في مادة دراسية بعينها كانت تسمى التربية الإسلامية بعد ساعة أو ساعتين وما فيهاش الامتحان وتأكلش. وهذا إشكال حقيقي من الإشكالات التي أدت إلى ظهور أزمة القيم. والرجل يشير في كتابه هذا إلى خطورة المنظومة التربوية والتعليمية في تثبيت منظومة القيم. هذه هي الأسباب ثلاثة أنا في تقديري التي أدت إلى ظهور هذه الأزمة. ما الحل؟ وهو الذي أريد أن أختم به انطلاقا من فكر الرجل. كان المهدي رحمه الله يؤمن أن قوة الغرب في تاريخه وقيمه المشتركة، غير أنه كان يعيب عليه
ضعف انفتاحه على الآخر وتحفظاته التي ستصبح قيما فيما بعد، مدخلا للهيمنة الثقافية بعد انتهاء الحرب الباردة واستتباب الأمر للعولمة. هذا كان يعيبه على الغرب. سؤالي، إذا كان المهدي خلال الفترات الأولى من القرن 21 يتحدث عن الغرب بهذه الصورة ويقول على أنه ربما استطاع أن ينتج آليات معينة وقيم محددة ويرتقي فيه مستوى معين لحقوق الإنسان رغم أنه كان يدق ناقوس الخطر، فلو عاش بيننا الدكتور المهدي بعد غزة هل كان سيكون له نفس التقييم؟ أكيد أن التقييم سيكون مختلف، سيكون مش راديكاليين، وكاين واحد التقييم راديكاليين ولكن سيكون أكثر راديكالية لأنه يتنبأ بهذا، الرجل يتنبأ بهذا ويتنبأ بحروب قادمة. آمن المهدي بالحوار وإمكانيته رغم الهواجس التي تحكم نظرة الغرب إلى الآخر من خلال كما قلت هاجس الديمغرافية والإسلام واليابان أو الصين حسب تطور فكره، إلا أنه اعتبر أن شرط التمكن من ثقافة الذات هو الذي يمكن أن يعين الأمم على التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى. انفتاح الثقافة الأخرى يمر بالضرورة عبر جسر التمكن من ثقافة الذات، وهذا يقترحه الرجل كما تعلمون، يعني قضى مدة طويلة جدا في اليونسكو كنائب للمدير العام وكانت له خطط غاية في الأهمية. عندي أشياء كثيرة كتبتها هنا لكن دعوني أختم ببعض الشذرات في المستقبل، مستقبل الاشتغال على الموضوع حسب التجربة التي خضناها في فريق للبحث، كيفما قلت اسمه واحد الفريق اسمه فريق البحث في القيم والمعرفة Valeur et Savoir، وفيه أساتذة من تخصصات مختلفة. أعتقد أن فكرة المشروع يمكن نبعت من الاشتغال على مجموعة من المفكرين المغاربة والأجانب الذين اشتغلوا على منظومة القيم، وأحدهم طبعا دكتور مهدي المنجرة رحمه الله، وبدأنا في الاشتغال. الغاية الأساس هو أن نحاول ما أمكن أن نستفز الباحثين والمشتغلين بمجال التربية والتعليم لإيلاء منظومة القيم الأهمية التي تستحقها، وفيه طبعا مجموعة من الأوراش والدراسات العلمية والأكاديمية التي صدرت في هذا الاتجاه. أشير فقط إلى كتاب واحد منها وهو كتاب دليل تنمية القدرة على تدوير الاختلاف، الإطار النظري والتطبيقات العملية، واستفدت فيه كثيرا من فكر الدكتور مهدي المنجرة رحمه الله لأنه كان يركز على هذه القضية بشكل كبير وكبير جدا. في قطاع التعليم العالي، في وزارة التعليم العالي حينما كنت مكلفا في القطاع أطلقت برنامجين. برنامج الأول هو برنامج ابن خلدون لدعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولا زال البرنامج قائما الحمد لله إلى اليوم بعد أن لم يكن لدينا في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أي برنامج للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا كان عندنا واحد الخلل كبير وكبير جدا في منظومة البحث العلمي على الصعيد الوطني. ثم برنامج ملتقى العلوم والمجتمع، هذا البرنامج غرضه الأساس هو أن يلتقي الطلبة الباحثون في سلك الدكتوراه في لقاءات مثل هذه، ندوات ورشات عمل، يستمع الباحث في التكنولوجيا إلى عرض في القانون وآخر في التاريخ وثالثهم في الأدب والشعر والقصة، لما لا؟ لأن تكوين الإنسان ماشي هو الربو، يعني تكوين مهني جامعة مشي طورها وتكوين مهني. وتفكير الدكتور المنجرة رحمه الله في تطوير التعليم الجامعي كان في هذا الاتجاه، وتكوين الإنسان وليس فقط تكوين آلة لسوق الشغل. أختم بكلمتين قالها المرحوم حفظه رحمه الله، قال: إن القيم تتحرك على سلم زمني مختلف تماما عن ما نعيش في حياتنا اليومية، وهي بذلك تشكل أحسن وسيلة للدفاع عن الشعوب المغلوبة على أمرها
داخلها وخارجها، وتاريخ حركات التحرير تقر بذلك بشكل كبير. حركات التحرير مرتبطة بارتقاء منظومة القيم. ويقول في الختام: أن يكون الإنسان واعيا بقيمة القيم، أن يكون الإنسان واعيا بقيمة القيم فتلك قيمة في حد ذاتها. شكرا جزيلا لكم.